اما هلا نور رح نحكي عن موضوع شوي يمكن ما منتبهين له او اوقات بنغفل عنه لما بنحكي عن احتياجات واهتمامات الطفل. فاغلبنا يمكن بيعرف شو هي هاي الاهتمامات او حتى الاحتياجات. لما بنحكي عن حقوق الطفل، هل الطفل يمكن اذا بدنا نحكي بسوريا ونخصص هو اخذ حقوقه الانسانيه، او نحن حتى عم نعامله بانسانيه؟ وضع الطفل بمختلف مناطق العالم كيف عم بيكون؟ هل هو نور يمكن اخذ حقوقه الانسانيه الكامله، وخاصه اليوم بهي الظروف الصعبه اللي كنا عم نحكي عنها نوار، من كورونا او حتى يمكن من وضع الحروب يلي عشنا فيها؟ اكيد فرح، ويمكن في فرق كثير كبير لما نقول الطفل حقوقه ورعايه الطفل. يعني تمام. اغلب الناس بقول انا عم مرعى الطفل، عم امن له معيشه منيحه، عم درسه بأحسن المدارس. لا، في فرق بين الرعاية وفيني أمن حقوق الطفل وخليه فعلا يحصل على كل حقوقه. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اليوم لما بنحكي عن حقوق الطفل، لا اهتمامات ولا احتياجات، حقوق الطفل الإنسانية، خلينا نوضح بالبداية شو هي هي الحقوق. هل الطفل إذا بدنا نقول بسوريا تحديدا حاصل على حقوقه؟ طبعا بداية مشكورين على اختيار الموضوع، لأنه موضوع الحديث عن حقوق الطفل وأيضا حقوق المرأة من أهم المواضيع المتحدث عنها أو بيعتني في الطب النفسي بأي بلد بالعالم. ليش؟ لأنه بمجرد الاهتمام بحقوق الطفل والمرأة، هذا يعني أنك بنيت مجتمع قوي متماسك صلب مثقف قادر على البقاء والحياة وبعيد عن النزاعات بين أبنائه بصراحة. لذلك حقوق الطفل من أهم المواضيع اللي بنتحدث عنها وبيتحدث عنها أو بيولي الاهتمام أي مجتمع. إذا جينا بالنسبة للحقوق بشكل عام، طبعا منظمات دولية أقرت بحقوق الطفل وتم الموافقة على هالحقوق هي من جميع دول العالم، ما في أي دولة اعترضت على هالشيء هذا أبدا، ولكن تطبيق هالحقوق اختلف بين مجتمع وآخر، حتى جعلوا في يوم للطفل العالمي اللي هو 20 تشرين الثاني من كل عام هو يوم للطفل العالمي. فإذا جينا نتحدث عن حقوق الطفل فهي كثيرة جدا حقيقة وبحاجة لوقت كتير، ولكن من أهم حقوقه باعتباره بيمر بمرحلة ضعيفة ومرحلة بدائية بحياته، مرحلة الاستهلاك، مرحلة الامتلاء، مرحلة النضج، فهو بحاجة لدعمنا المادي لينضج جسديا، بحاجة للمأكل والمشرب والملبس وأيضا الأماكن اللي يلعب فيها ويمارس فيها كل نشاطاته الحركية. إضافة لذلك هو وأهم من ذلك هو بحاجة ل النشأة النفسية والعقلية السليمة، بعيدا عن النزاعات داخل الأسرة، بعيدا عن المشاكل داخل الأسرة، أو بعيدا عن المشاكل في المدرسة، أو المشاكل ما بين الأسرة والمدرسة، أو بأي مكان بالمجتمع. لذلك بنلاحظ أنه بيتأثر كتير بالمجتمعات يلي عانت حقيقة من مشاكل فيها بعض النزاعات بعض الحروب، بأكتر طرفين ضعاف هالشين بالمجتمع بيعانوا هن الطفل والمرأة حقيقة بهي الفترة من فترات المجتمع لا سمح الله اللي بيمر فيها أي مجتمع أو أي بلد. الطفل له حق وهذا مهم جدا بالأمان، الأمان من الاعتداء الجسدي عليه بالضرب سواء من الأهل أو من غيرهم، له حق بالأمان من الاعتداء الجنسي عليه، وكثيرة هي قصص السكشوال تشايلد أبيوز، سوء المعاملة الجنسية عند الأطفال وعند الطفلات. هذا الشيء نحن بنعرفه فيما بعد بعيادتنا لما بنكون عم نعالج مريضنا، وبالحديث عن قصته بيذكر أن هناك قصص تحرش جنسي بفترة الطفولة وتركت آثاره اللي عم يعاني منها بفترة الكبر. فالحقوق كتير كبيرة حقيقة سواء على المؤسسات الحكومية وخاصة منها المعنية بالطفل ك
وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى وزارة العدل أيضا معنية بذلك من أجل البحث عن طريقة مناسبة للعدل بمشاكلهم القانونية واللي اخترقت القانون، لأنه الطفولة لا يعني أنه عمره سنتين ثلاثة، ممكن يكون عمره أكبر من ذلك وممكن يقترف أخطاء بحاسب علي القانون، فإلهم طريقتهم بالتعامل بعيدا عن الكبار الراشدين العاقلين اللي قادرين على ضبط تصرفاتهم وقادرين على محاكمة سلوكياتهم ومعرفة الخطأ من الصح أكثر من هذا الطفل. دكتور، يمكن حكيت نقاط جدا مهمة إذا بدنا نستوقف عنها. لما نقول عالم الطفل، حقوق الطفل، مثل ما قلنا بالبداية في اتفاقية عن حقوق الطفل على مستوى العالم، بس للأسف تطبيقها مش عم نحكي المسؤول فقط الأهل والمجتمع. اليوم لما نشوف أساسا أنه هي حقوق على مستوى العالم ونحن اساسا عم نتعرض لحصار اقتصادي وحرب، المجتمع الدولي العالمي هو اساسا مشارك بسلب اطفال سوريا حقوقهم اليوم، لما نقول مش الام هي المسؤوله، لا المجتمع المحيط والبيئه. انا اليوم عندي 10 سنوات من الحرب على سوريا، ما زال لليوم اثارها جدا قويه على الكبار، فكيف نحن عم نقول الطفل اللي مسلوب حق اللعب، صحيح، اللي مسلوب حق التعلم، اللي عم يعاني من ظروف اقتصادية مادية صعبة. اليوم الأم عندها مسؤولية جدا كبيرة لأقدر أنا أمن هيدي الحقوق، حافظ على ابني سليم نفسي سوي. كيف فيني أنا هي أعمل هي المعادلة مع كل هي الظروف اليوم، ويمكن حمل أو حط المؤسسات المعنية أمام مسؤولياتها، لأنه كلياتها هي جهة تشاركية. يعني لما نقول في مؤسسات معنية إن كان من الدولة، في فعلنا منشوف كمان منظمات عالمية موجودة على الأرض. صحيح صحيح. حقيقة بالنسبة للتحدي الكبير فعلا اللي تفضلتي فيه للأمهات وللمؤسسات لتأمين حقوق الطفل ضمن هالظروف، يعني إن أمام عمل مضاعف عشرات المرات عن أي بلد ما بيعاني من أي مشاكل ومرتاح اقتصاديا وبعيد عن كل الحصار، بالإضافة إلى أنه بيتمتع بثقافة عالية جدا أبنائه عن كيفية التعامل من الطفل مع الطفل، أو آلية عمل المؤسسات عندهم روتينيا بتعرف كيف تتعامل مع الطفل بعيدا عن أي اضطهاد له أو تخريب لأفكاره يلي عم يبنيها واللي رح يستخدمها بالمستقبل. لذلك فعلا نحن أمام تحدي كتير كبير. بشوف بكتير من المرات أنه هناك نزاع ما بين، طبعا الطفل نحن كلنا معنيين فيه بتنشؤته، سواء نحن كأهل كأسرة وكمدرسة أو كأي مكان بيروح عليه، إن كان نادي أو أي مكان، في له طريقة معينة للتعامل الطفل، لازم يكون في عنا الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الطفل. وهذا شيء شائع بكل دول العالم أنه عندهم ثقافة هذا الموضوع، يعني هن حتى عفوا دكتور، في ناس بتتابع كيفية تعامل الأهل مع الطفل. تماما تماما، عندهم ثقافة التعامل مع الطفل يلي هي تبنى على أسس علمية وموجودة ضمن الكتب اللي بيقرؤوها بشكل مستمر. يعني عندهم ثقافة القراءة على الطفل. أنا كأم جديدة بدي صير أم وبدي حضر حالي لحتى صير أم، أنا لازم أقرأ مثلا كتاب عن سلوك الطفل، كيف بيكون سلوكه من اليوم الأول لعشر سنوات، وبالتالي بتعطيني فهم لكيفية ارتكاز ابني لأي شيء بكل عمر، وبالتالي كيف بدي صلح له هذا الارتكاز أو اتعامل مع ارتكاسه وما اعتبر أنه مضطرب. فالأهل أمام تحدي كتير كبير هني، والمدرسة تحديداً يلي منلاحظ بكتير من الحالات أنه هناك تنازع بيناتهم على مين المسؤول عن الطفل. يعني منلاحظ أنه بالمدرسة بيقولوا عن الطفل هذا قليل تربية مثلا، بالبيت بيقولوا هالمدرسة سيئة، تمام، ما في حدا سيء وما في حدا تقصد قلة التربية للطفل، ولكن حصلنا على هالنتيجة هي لأنه ما عم نعرف أنه العملية هي عملية بناء مشترك، والفائدة التي نجنيها
هي إلنا جميعا، نحن كمدرسة أو كمؤسسة لبناء هذا الطفل حكومية، ونحن كأسرة مسؤولين عن هذا الطفل، بناؤه يعني راحتنا كلنا بالمستقبل، نجاحنا بتربيته هو نجاح إلنا كلنا، وفشلنا هو فشل إلنا كلنا طبعا. لأنه لما نحن نبني بطريقة علمية ومنهجية وسليمة كل هالأبناء ونعمل منهم بفترة هالامتلاء نملأهم بكل شيء مفيد، أولا رح نحصل على جيل قوي متماسك قادر على فعلا قيادة المجتمع بشكل سليم. اثنين، أنا رح بلش بحلقة وعجلة دوران الطريقة السليمة لتنشئة الأطفال، لأنه مثل ما أنا ربيته رح يربي ابنه تماما، رح يربي ابنه بنفس الطريقة، وبالتالي علمته سلفا. أنا صحيح أنا تعبت بمرحلة، ولكن أعطيته إياهن على طبق من ذهب بأنه كيف يربي ابنه، ورح يجي ابنه يربي ابنه بنفس الطريقة. فإذا صارت عملية روتينية، وهذا الشيء اللي كلنا عم نقول عنه بالبداية بكتير من البلدان، بكتير من البلدان الشباب الآن بيعرفوا كيف يربوا أولادهم لأنه أهلهم ربوهم بطريقة سليمة، مؤسساتهم أعطتهم بطريقة سليمة، فهمتهم شو هي حقوقهم شو هي واجباتهم، وأعطتهم حقوقهم بشكل كامل فأعطوا واجباتهم بشكل كامل. اليوم دكتور إذا بدنا نخصص مجتمعنا نحن بالذات، المسؤول الأول هو الأم عن تربية الطفل، الأب بأغلب الأوقات أو أغلب الأسر إذا ما بدنا نعمم بشكل أكبر عم بيكون عمله خارج المنزل نتيجة الظروف الصعبة، أوقات بيحتاج لعمل لعملين وممكن أكثر كمان لتأمين متطلبات الحياة اليومية صارت صحيح. فالمسؤول الأكبر هو الأم. الأم بنفس الوقت كمان غير سليمة نفسيا، ممكن تكون صحيح. متعبة منهكة، أعباء كتيرة دكتور، ففي كمان خلل بتعامله مع الطفل صحيح. وهو هي عدم معرفة، خلل، أوقات إنهاك، إرهاق، غير قادرة يمكن على التعاطي الصحيح مع الطفل. أدي هاي الأمور كمان الظروف المعيشية الاقتصادية هي بتأثر بشكل كتير كبير على تعاملنا مع الطفل والتنشئة السليمة كمان معه صحيح. للأمانة يعني لنكون علميين ودقيقين بشكل كامل بهذا الموضوع، ما فينا نلقي كل اللوم على الوضع المادي أو الوضع الاقتصادي، في كتير من الأمور تعتبر غذاء لدماغ هذا الطفل، ولكنها هي سلوكيات جميلة وطبيعية بالحياة. يعني نحن طبعا ذكرتي أن الأم هي المسؤولة، طبعا ليس فقط الأم هي المسؤولة طبعا. الجميع مسؤول، ولكن أنا رأيي من رأيك بأن الأم هي أهم شخص بالبيت وهي أهم شخص بالمجتمع، لأنه بقدر ما بعطي الأم من تعليم ومن معرفة ومن حقوق بقدر ما ببني جيل قوي جدا، لأنه هي الكائن الأقوى في المجتمع أكثر من الرجل. بالإضافة لدور الرجل مهم جدا برعاية أسرته وبإشعارهم بالأمان وبإشعارهم بالدفء والمحبة داخل جو الأسرة. فيعني أنا بشوف أنه لما أنا بتحدث مع زوجتي بصوت منخفض بكلام جميل ما بده وضع اقتصادي مادي طبعا. أنا لما بعلم ابني أنه على أي شيء بطلبه منه بشكره بقوله شكرا، بعلمه ثقافة الشكر، ما بده موضوع اقتصادي ومادي. يعني هناك كثير من الأسر الفقيرة عندهم أطفال بتجنن فقط لأنه بيعرفوا كيف يربوا الطفل. حاجة الطفل بالنهاية ما بده ملايين الليرات لحتى والله ينشأ أو أنه يصير بطران، يعني لا، مو هذا الهدف. بالعكس تماماً، كثرة العطاء تماماً. لازم أيضاً نعلمه أنه ما في يعني ليس بمقدورنا أنه نجيب هالشهادة وهو قادر على تفهم هذا الموضوع. نحن بنعتقد أنه لا رح يزعل ورح يصيبه مشكلة نفسية أنه ما اشتريت له هالموضوع، لا، بمجرد شرحك له ليش أنا ما قدرت، دائما خاطبه واستمع له،
نادر نحن نادرا ما بنصغيلهم، ما بنعطيهم وقت للاستماع، اصلا بنقاطعهم قبل ما يكفوا الجمله اللي بدهم اياها، وبنفرض اوامرنا عليهم وكانهم عايشين مرحله عسكريه من حياتهم. لا، الطفل من واجبنا انه نسمعه، ومن واجبنا نناقش الفكرة اللي عم يتحدث فيها. هي أبسط حقوقه. طبعاً. هي أبسط حقوقه. كلامك طفل. صحيح ودقيق، هي من أبسط حقوقه ومن أهم واجباتنا تجاه الطفل. نسمعه بشكل جيد، نناقشه ونفهمه ليش هالشي ما تم أو ليش هالشي تم، وبالتالي بيعتاد على الصدق معنا، بيبتعد عن الكذب، لأن الكذب هو سلوك اصلا بيكتسبه مننا، نحن السبب بكذب هذا الطفل وليس هو نشأ كذاب. كثير من الاهل بيقولوا هالولد كذاب، هالولد كذاب لانه انتم علمتوا الكذب، طريقتكم بالقسوه وبعدم سماعه وبعدم تفهمه علمته الكذب وعلمته الهروب وعلمته انه انتم ما بتستحقوا الصدق يلي هو بده يعطيكم اياه. لذلك بتلاقيه صادق مع شخص بعيد ولكن اكثر تفاهم منكم انتم له. بالختام سريعا، معنا دقيقه دكتور، كيف فيني فعلا انا كأم او مجتمع اسره امنح طفلي ابسط حقوقه وجميع حقوقه، اذا فينا هيك نحكيها سريعا؟ مهم جدا على كل اسره للامانه نقرا عن الطفل وسلوكيات الطفل وكيف بيكون الطفل، لأنه هي حقائق علمية. الطفل كيف بيكون من اليوم الأول للسنة العاشرة هي حقائق علمية، فأنا ضروري أتفهم كيف ابني بيكون من عمر يوم لعمر 10 سنوات، ومن الضروري أيضا بالكتاب مذكور كيف أنا أتعامل مع هذا التبدل يلي عم يطرأ عليه سنة عن سنة. مو أنا بقعد بعمل مقارنة بقول والله السنة الماضية كان أحسن من السنة هي، أكيد بده يكون في تغير لأنه عم يتغير الجسم، الدماغ عم ينمى، المعارف والتجارب عم تكبر أكثر بدماغه، وبالتالي سيتغير ارتكاسه وسلوكه تجاه المجتمع. لذلك لازم أنا أكون مستعدة لبناء هذا الطفل. إذا كنت ماني مستعدة أنا أنصح كل امرأة لا تتزوج. إذا مانا قادرة على بناء وتحمل مسؤولية هذا الطفل لا تتزوج على الإطلاق، لأنه أفضل من أنه تجيبه وتجعله يعاني بهالحياة من قلة اهتمامه ومعرفته، وتفكر أنه الحياة بتعلمه. الحياة بتعلمه أسوأ ما يمكن، ولكن أنت اللي بدك تعلميه أفضل ما يمكن لحتى يقدمه بالحياة له وللآخرين، ويعرف يعيش بالحياة مع باقي أفراد مجتمعه حياة سليمة. نعم، يعني دكتور ملاحظتك كتير حلوة، إنه أي صبية أو أي شاب مقبلين على الزواج، معلش الثقافة كتير ضرورية اليوم، ما في داعي يكون في إنجاب لمجرد التكاثر. صحيح. مثل ما منقول. صحيح. لا، خلينا نعلم طفلنا ليكون فعلا إنسان ناجح وإنسان محترم بهذا المجتمع. ياريت يكون في دورات ما قبل الزواج. نعم. ما أنا غلط أبداً منعلمهم فيها كيفية تدبير الحياة، ما هي مسؤولياتهم، كيف ممكن تواجهوا تحدياتهم، هي بتعطينا راحة كتير كبيرة. أكيد. كل الشكر لك دكتور لك للمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ويا ريت نرتقي أكثر بالمجتمع وخاصة مع الطفل بالتحديد. شكرا لك. نتشكرك دكتور راغد هارون، اختصاصي طب نفسي، على وجودك معنا. وأطفالنا أساسا أمانة في أعناقنا، فلازم نحافظ عليها ونعطيها كل ما نملك من حب وحنان وتربية وضمن الإمكانيات والظروف. أكيد. شكرا كثير لك. أكيد. شكرا لكم.